في أوج طفرة الكويت الفنية برز على الساحة عدة ممثلين كان لهم الدور الأول بنشر الفن الكويتي والمساهمة برفعته، كما حرصت تلك النخبة الفنية على وضع بصمة تميز الفن الكويتي عن غيره، وذلك عن طريق أدوارهم المختلفة وجرأتهم في الطرح. من ضمن تلك النخبة كان الفنان الراحل عبد العزيز صالح النمش الذي عرف واشتهر فيما بعد بأم علاوي. ولد الفنان عبد العزيز النمش في سنة 1930 بحي جبلة، وشب وترعرع في الكويت القديمة التي زرعت فيه حبه للتراث والتعلق بكل مفرداته، وغرست فيه فضائل أثرت على حياته وتجربته الفنية لتجعله ذلك المبدع الجريء بفنه وطرحه. شق الفنان طريقه بالحياة عن طريق العمل وهو صغير عند عدد من التجار، مما غرس فيه المسؤولية وحب العمل. وكحال أبناء جيله، ذهب النمش إلى منطقة الأحمد النفن. اشتهر النمش بتجسيده دور المرأة الكويتية بكل ما فيها من صفات، وأبدع فيها، بل تفوق بتلك الشخصية على أمهر النساء الفنانات دون أي ابتذال أو إسفاف. ولعل قصته بتمثيله لشخصية النساء تعود إلى عام 1960 مع مجموعة من الهواة في مدرسة الخليل بن أحمد، حيث أراد هو ودكتور سيف عباس وعبد العزيز المسعود ودخيل العسعوسي وسليمان الفهد وأحمد الصالح تقديم عمل فني مسرحي ليكون من ضمن أنشطة المركز، ولكن للظروف الاجتماعية في ذلك الوقت تعذر على هؤلاء إيجاد العنصر النسائي الفني الذي يشاركهم، فأسند الدور النسائي للفنان عبد العزيز النمش، وكانت المفاجأة تكمن بإبداعه ذلك الدور بكل ما تمليه عليه المتطلبات الفنية. ولعل من تلك الحادثة تشجع الفنان على دخول هذا الجانب غير المألوف من الفن، وأكمل عليه منذ ذلك اليوم إلى حين وفاته، فأصبح دور المرأة ملاصقا به. ولعل انطلاقته الفنية الحقيقية التي ثبتت طريقه بتلك الشخصية كانت في عام 1964 في مسرحية سكان مرتة مع فرقة المسرح الشعبي، وتصدى لإخراج تلك المسرحية عبد الرحمن لضويحي، ومثل الراحل النمش الفنان مع إبراهيم الصلال وأحمد الصالح وفيحان العربيد ومريم الغضبان ومريم الصالح وعبد العزيز المسعود. واحد، اثنين، ثري، أربعة، خمسة، سكس، سبع، ثمانية، تسعة، تن. عويد الله منك سبع التعاوير، ان كانك كافر لا والله عويد الله منك سبع التعاوير، وان كانك مسلم انطق قول تحج، ان كانك بري انطق، وان كانك بحري انطق، وان كانك ارضي انطق، وان كانك سماوي انطق، وان كانك سيفي انطق. في حالي كسرت البنت ولعوزتها وقرقمتها خليتها يلدوا علم. كسرتها ولعوزتها ويض الله منك خليتها مثل المرد يهفف فيها الهواء. انطق قول تكلم تحت انطق ادري صلاح ما موحى مصالح مع امه تعال اغلبها لليت ترت منك شغل امه اغلبها. الحمد لله اللي نطق يا بنات اعطونا غازي. نما عند عبد العزيز النمش وعند الجمهور الفني تحديدا حب تلك الشخصية التي أداها النمش بكل حرفية وإتقان،
ونجح بامتياز بتوصيل هذا الكاركتر إلى قلوب محبي أهل الفن، كما كان حريصاً أشد الحرص على توصيل رسالة دوره في كل عمل فني يقوم به. وكان في وقته بما يسمى الحرمة الاجتماعية بخوض الفتاة الكويتية المجال الفني بأنواعه، وكانت مشاركة المرأة الفعلية محدودة بعدد قليل من الفنانات يحد من إنتاج كل الأفكار الفنية من أعمال مسرحية أو تلفزيونية. ومنذ ذلك الوقت طرح الفن شخصية أم علاوي التي كانت يملكها الفنان الراحل عبد العزيز النمش، وأعطاها روح المرأة الكويتية البسيطة، وفي بعض الأدوار أعطاها روح المرأة الشريرة السليطة، وبعض الأحيان المرأة. والله ما نضى بعد شويه تعالي وارتعد. لا لا انا باكر اروح ياك السوق واشتري لك احسن من هذه. هذه شيء حلوه. لا والله شاكه والله يا خي بعد الشاري انت ايش تسوي بعد؟ اشوف الشاري جنيته. ها شوف الشاري يا خي شاري ريحه شق الله بطنك. أدخل الصارع أنا وياك. هات الريحة هات. لا هذه شريتها. إيه شريت. أنا أشوف أنا أشوف. ريحة ياوي مو شيء. أنت شريتها. إيه أنا شريتها. مي حلوة مي حلوة كل شيء. يا رب يا رب يا رب يا حضرتك. كشك كردوم. إيش مستوي فيها بحدايا؟ أنا قوم لك. إيه قوم لك. إيش حق حمر؟ ها؟ حقك؟ حقيت؟ هذا قوم لك ولا مايو؟ هذا حقك؟ إيه. وأنت شاريته؟ إيه. ما شاء الله وحمر. وش الزينة؟ بعد بشك الثياب شارك كلها. عظيم هذا. يا أخي عمي سفرتك على اليوم. فاض على بفلج. فنياً أن يتقن فنان دوراً واحداً معيناً فهذا يعتبر فن وإيجادة، وفنياً إن قام الفنان بإتقان كل شخصية يقدمها بكل حالاتها البشرية النفسية من سعادة وغضب وخبث إلى طيبة وعطف وسذاجة فهذا هو الإبداع بعينه. ومن خلال تلك الصبغة التي صبغها الفنان القدير على شخصيته الفنية وإيجادتها أقنع الجمهور بالدور، وهذا ما يحلم به أي ممثل. في عام 1974 أسس الفنان الراحل مع زملائه فرقة المسرح الحر. عمل الفنان مع أجيال فنية مختلفة نستطيع القول بأنها خلقت بما يعرف بالفن الكويتي. عمل مع جيل الرواد وهو منهم، وعمل مع جيل الشباب وهو أستاذهم، عمل مع كبار الفنانين مثل عبد الحسين عبد الرضا، سعد الفرج، خالد النفيسي، غانم الصالح، سعاد عبد الله، حياة الفهد، إبراهيم الصلال، أحمد الصالح، علي المفيدي، محمد جابر، محمد المنصور، مريم الصالح، مريم الغضبان، محمد المنيع، محمد السريع، وعائشة إبراهيم. كما عمل مع جيل الشباب آنذاك عبد الرحمن العقل، داود حسين، انتصار الشراح، عبد العزيز المسلم، محمد العجيمي، عبد الناصر درويش، وطارق العلي. قدم عدة أدوار في أعمال لصقت بذهن المشاهد الكويتي والخليجي، بل بتلك الأعمال صار الفن الكويتي منتشرا ومعروفا، ووصل إلى المرحلة التي يقارن بها أهل الفن والجمهور في أي عمل يطرح. قام النمش بتأدية دور تلك الأم الحنونة التي ورثت الأبناء والهم في الرائعة التلفزيونية الكويتية درب الزلق، فقدم هو ورفقاء دربه سعد الفرج وعبد الحسين عبد الرضا وخالد النفيسي وعلي المفيدي أهم عمل كويتي تلفزيوني نقل لنا صورة التحول الذي عاشه المجتمع الكويتي بظهور النفط وآثاره. حتى بيت ملزمة ضيعت البيزات فسفست حتى وبالينا فيها بيت سكننا فيه.
ولعل الجمهور الكويتي لا ينسى الأغنية الجميلة شيلي قشتش التي أداها الراحل النمش بشخصية المرأة السليطة اللسان مع الفنان محمد الويس، ولا زال هذا الجمهور يبتسم حين رؤية ماذا يفعل النمش ويتصرف عندما يطرد ويرحل. شلي قشت شلي قشت طلعي عن بيتي، شلي قشت شلي قشت طلعي عن بيتي، لسانك طويل اه منا، لسانك طويل اه منا. شلي قشت شلي قشت طلعي عن بيتي، شلي قشت شلي قشت طلعي عن بيتي، لسانك طويل اه منا، لسانك طويل اه منا. انا سويت انا سويت يا بعيالي، والليل سانج طويل امنا، سانج طويل امنا. شيلي قشت شيلي قشت طلع عالبيت. قدم الراحل العديد من الاعمال التلفزيونيه الخالده مثل الأقدار والدانا والإخوة الثلاثة والجوهرة مع إبراهيم الصلال، ومذكرات أبو عليوي مع عبد الحسين عبد الرضا، والصبر مفتاح الفرج ومواقف. وعلى الصعيد المسرحي، وهو حبه الذي ابتدأ منه فنه، قدم عبد العزيز النمش تقريبا 37 عملا مسرحيا، منها حكمت محكمة السلطان، غلطة يا ناس، الجنون فنون، كازينو أم عنبر، ضحية بيت العز، دقة الساعة، حرم سعادة الوزير، فرسان المناخ، بيت بوصالح، هالو بانكوك، وعالمكشوف. كما شارك الفنان في مسرحيتين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهما طبيب الرغم أنفه ويا غافل لك الله، وشارك مع المسرح القطري بمسرحية صارت نشب في سنة 1982. الفنان القدير عبد العزيز النمش انقطع بعد ذلك عن الفن لظروف المرض قبل أن يعود في آخر أعماله بمسرحية على المكشوف مع رفيق دربه سعد الفرج. ومن المعلوم أن الفنان الراحل لم يكن يعرف القراءة والكتابة، مما تطلب عليه بذل جهد مضاعف للحفظ والتركيز بتقمص شخصياته الفنية وفهم الأدوار، وهذا الأمر يفسر مهارة هذا الفنان وحرفيته. كرم الفنان بعدة مناسبات، من أهمها في عام 1995 عندما كرمته فرقة المسرح الشعبي بمناسبة احتفال الفرقة بمرور 40 عاما على تأسيسها، كما تم تكريمه في المهرجان المسرحي الخامس عام 1997، وكرم من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون في الموسم الثقافي عام 1998. ومن الجدير بالذكر أن الفنان عبد العزيز النمش قد مثل دور الرجل مرتين، أولها في الستينيات في أحد الأعمال الدرامية، والثانية في أوائل الثمانينيات في مسرحية حكمت محكمة السلطان لفرقة المسرح الشعبي. توفي عبد العزيز النمش في مايو من عام 2002 قبل أسبوع واحد من موعد تكريمه، توفي إثر نوبة قلبية حادة أصابته في سيارة الإسعاف وهو في طريقه إلى المستشفى.